السلام عليكم، انا الزبير محمد، عمري 16 سنه، من السودان، مشارك في برنامج سودان كيدز كسل. اريد ان اشارككم بمشروع الراعي سمارت ترافيك كنترول سيستم، او نظام التحكم الذكي في حركه المرور. منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل في 2023 في العاصمه الخرطوم، هاجر السكان الى ولايه السودان، مما في ذلك ولايه كسل. ادت الزياده السكانيه في مدينتنا الى زياده الازدحام المروري، مما جعل التنقل صعبا في المدينه، وإضاعة الوقت على طريق زيادة استهلاك الوقود، تلوث سلبي ناهيك عن الحوادث. والحل هذه المشاكل قمت بتصميم برنامج نظام التحكم في إشارات المرور، وباستخدام الـ AI والماشين ليرنينج، وما يعرف الذكاء الاصطناعي والتعرف الآلي. يقوم النظام بإساعدة المركبات في كل اتجاه قبل الإشارة الضوئية، يسمح بمرور أكبر عدد من المركبات أولا. يقسم عدد المركبات إلى 3 فئات: عالية أكثر من 35 ثانية، متوسطة 3 مركبات 20 ثانية، خفيفة مركبة أو مركبتان 15 ثانية. بالإضافة إلى الكشف عن مركبات الطوارئ مثل سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة وسيارات الإطفاء باستخدام تقنية أوبتيك ديتكشن، حيث يسمح لهم بالمرور بالطريق المخصص لهم أولا. هنا نتعرف على المشروع أكثر. هذا هو المسار رقم 1، وهذه هي إشارات المرور الخاصة به. هذا هو المسار رقم 2، وهذه هي إشارات المرور الخاصة به. في هذا المجال يتم حساب عدد المركبات، يزيد بمقدار 1 عند الدخول من هنا، ويقل بمقدار 1 عند الخروج من هنا، ونفس الشيء بالنسبة للطريق الآخر. ضغط على العلم الأخضر يتم حساب عدد العربات في كل من الطريقين، وبناء على ذلك الحارة 2 لها الأولوية لمدة 20 ثانية، ثم تتحول الإشارة إلى الحارة 1 وتستمر في العمل. حتى بعد ذلك عند دخول سيارة الإسعاف، يكتشف النظام أن هناك سيارة إسعاف طوارئ، فتقوم بمقاطعة النظام وتسمح لسيارة الإسعاف بالمرور، ثم تعود إلى حالتها الافتراضية. أن هنالك حلول أخرى تحاول حل مشكلة الازدحام المروري، لكن النظام الذي صممته يتميز بقدرته على توفير الوقت والوقود وضمان وصول حالات الطارئة في أقرب وقت مناسب لإنقاذ الأرواح. وشكراً.